من بين كل اللقاءات والاجتماعات اللي بنلتقيها خلال السنه، يمكن هذا اللقاء اللي بيجمعنا حول كلمه الله وحول القربان المقدس، يمكن هذا اهنى لقاء واروع لقاء. ما في لا تنبيهات ولا في يعني توصيات ولا في شيء، في اجتماع حول صلاة لحتى نرجع لعند ربنا ونكرس له وقتنا وافعالنا وحياتنا وعائلتنا وجمعتنا. بداية بحب يعني بحب حييكم جميعا، يعني اساتذه موظفين عمدة. بعرف انه في كثير اشخاص كمان كانوا حابين يكونوا معنا، اعتذروا يعني في منه، انا وصيتهم انه يهتموا بلقاءات عني انا مهمه للجامعه، وفي منهم اكيد تعذر انه يمكن يجوا بمناسبه، يعني باسباب واسباب كلنا صرنا نعرفها، ما في داعي نكررها. حيي بقى ذاته الجوقه، يعطيكم العافيه طلابنا اللي عم يخدموا كمان، هذا بدل انه الحياه بترجع مع شوي شوي على الجامعه وان شاء الله كمان على وطننا. حيي كمان اخوتي الاباء الكهنه خاصه اللي اهتموا بهذا الدرس وبهذا الاحتفال. في سياق اللي عم نعيشه اللي تقريبا صار لنا سنتين، بتعرفوا صرتوا سامعيني يمكن عده مرات كرر وبعوه وبعيد انه قد ايه مهم بهالوقت هيدا نتعاطف مع بعضنا، نتكاتف، نساعد بعضنا. هلا منه وقت لا تحكم، ولا هلا وقت سبق، ولا هلا وقت انه نحن يبين احسن من الثاني، هلا وقت انه نحن كثير نتكاتف ونضل مع بعضنا، هلا وقت انه نحن نفكر ببعضنا. وبيجي هالانجيل اليوم لحتى يثبت هالشيء. حابب اتوقف انا وياكم على ثلاث نقاط. ثلاث نقاط بهالانجيل اللي بيحكونا. النقطة الأولى ما بعرف إذا بتعرفوا، يعني بالمجتمع اللي عايش فيه يسوع اليهود والسامريين كانوا يعني ما بيطيقوا بعضهم، لأنهم يعني كانوا يهود إنما كانوا منقسمين، كانوا منقسمين على بعضهم أشد انقسام، كانوا حتى لدرجة إنه ما يتخلطوا، ما بيحكوا مع بعضهم، ما بيتواجدوا مع بعضهم. يوحنا بيقول لنا الإنجيل يوحنا إنه ما كانوا حتى يعني ما كانوا يتواجدوا اليهود مع السامريين، كان كل واحد عايش بمنطقة حتى ما بدهم يتعرفوا على بعض. والملفت إنه هالعشرة البرص كانوا تسعة يهود واحد سامر، يعني هؤلاء أعداء مع بعضهم، ما بطيقوا بعضهم، عايشين منفصلين عن بعضهم. الألم والوجع والبرص جمعهم. وقت بخبرنا إديس لوقا عن هالعشرة ما بيقلنا إنه كانوا يعني منفصلين عن بعضهم، نعم كلهم كانوا مع بعضهم، هالتسعة بلس واحد كانوا مع بعضهم. لا كان في أكترية بيناتهم ولا في أقلية، لا كان في الله بيحكي مع حدا والله ما بيحكيش معها وديك، ولا كانوا منقسمين، لبل كانوا كلهم مع بعضهم وصرخوا مع بعضهم على يسوع بصرخوا له وبقولوا ارحمنا. ما بقلنا الإنجيل قاموا اليهود لحالهم صرخوا وطلبوا من يسوع يرحمهم، ولا السامري لحاله. ألمهم وجعهم والشدة اللي عايشين فيها والضيق اللي عايشين فيه وهالمنبوذين كانوا كلهم سوا، هيدا كان عامل مش يفرقهم أكثر، هيدا كان عامل إنه يجمعهم أكثر. ولأنهم كانوا مجتمعين يسوع لبيهم طلبهم. هيدا الوقت اللي نحن أخوتي اللي عم نعيشه هلا، هيدا وقت بدل ما ناخده نحن وقت نقمة، خلينا نحن نحوله وقت نعمة، وقت إنه نحن نلتقى مع بعضنا أكثر، وقت إنه نحن نخفف من إنه نجرح بعضنا البعض أكثر، وقت إنه نحن ما نشوف بس خلافاتنا مع الآخرين وتمايزنا مع الآخرين، إنما شو اللي بيجمعنا سوا. هيدا هو هيدا الوقت. لأنه بتعرفوا ليه؟ لأنه هلا ضعاف، لأنه هلا نحن سقماء، لأنه هلا نحن مريضين مثل تماما مثل هودي البرص. هودي وقتها كانوا
اقوياء وقتها هن اصحاء وقتها معتبرين حالهم انه هن قبضيات هؤلاء كانوا منصبين. الضعف خليهم ينتقوا، الضعف خليهم يحكوا سوا، الضعف خليهم يحكوا نفس اللغه. وكم نحن بحاجه هالامر، نحن الوضع اللي عايشينه هلا هو انه نصير نحكي نفس اللغه. بس قد ايه بعد عندنا المشوار طويل، قد ايه بعد اول شيء بدنا نعمل على مراحل، اول شيء بدنا نخفف انتقادات، بدنا نخفف انتقادات بعضنا، بدنا نخفف انه ما نسطر على كل خطا بقوم في الاخر، على كل عله عنده اياها، على كل مرض عنده اياه، نطلع انه في كثير امور بتجمعنا ونعرف انه ما في شيء بيحرز. يعني جائحة كورونا خلتنا نشوف انه بلمحة بصر اشخاص اختفوا من حياتنا، خلتنا نشوف انه نحن كلنا كل واحد خاف على حاله، خلتنا نشوف قد ايه الحياة كلها فراجيل دغري بتختفي ونتمسك مع بعضنا. وهيدا الشيء اللي بقوله بعيالنا، بقوله بمجتمعنا، بقوله بحياتنا مع أصدقائنا مع زملائنا، بقوله بجامعتنا. نحن كتير بحاجة إنه نوحد كلمتنا، إنه نفكر سوا، إنه نتطلع سوا، إنه منظارنا يكون واحد. لأنه إذا بدنا نطلع على الشيء بفرقنا من ليه كتير، ما بتحرز ومنعدي بعضنا بهالأمور. بينما إذا نحن منتطلع مثل هالبرص هودي العشرة اللي كانوا واحد، عشرة برص إنما تكلموا بلغة واحدة، تكلموا بصوت واحد وطلبوا من يسوع. فكرة تانية اللي بدي أتوقف فيها معكم هي إنه ملفت يسوع ما قال لهم أنا رضيت فشفوا. إذا لاحظتوا بيقول لهم روحوا وأروا نفسكم عند الكاهن، مظبوط؟ بيقول لهم روحوا شوفوا أنتم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة، حملوا حالكم وروحوا. وبيقول لنا الإنجيل لوقا هن وماشيين، هن وعاملين هالمسيرة ورايحين بروا، وفيما هم ذاهبون طهروا. هن وماشيين وبلفت كمان وملفت كمان أكثر وأكثر إنه يسوع ببداية كمان هذا النص بيقول وبينما هو صاعد إلى أورشليم. يعني منشوف يسوع ماشي ومنشوف البرص كمان طلب منهم إنه يمشوا. هذا منه بس إنه واحد يروح يتمشى على الطريق ويوصل، هذا أكثر من هيك. هذا يسوع عم بيقول لهم أنا بتحمل مسؤوليتي، إنما أنتوا كمان بدكم تتحملوا مسؤوليتكم. أنا بعمل دوري بس انتو كمان بدكم تعملوا دوركم، بقدر ما انتو بتعملوا دوركم بقدر ما رح تشفوا. انتو ماشيين، انتو عم تعملوا، انتو عم بتحققوا، مش انتو يعني عايشين بطر، مش انه بدنا نربح ورقة رصيد، بدنا هلا وكل شيء وبسرعة واليوم. بدنا نعمل مسيرة، هاي المسيرة بيطلبها منا يسوع تماما مثل ما هو عمل. ومسيرته قبل كانت أصعب، مسيرة صاعد نحو أورشليم طلع أصعب، ونحن بنعرف شو صار فيه بأورشليم فداء لنا. إنما كان المثال الأول لنا، وهيك القرص قال لهم أنتوا كمان شو، وهيك نحن، نحن ما فينا نضل خمولين زعلانين يأسانين هابطين محبطين، هيدا ما بيشفينا وهيدا ما بيفيد شيء. اللي بده يفيد انه بالعكس بدنا نتشدد وسوا احنا بدنا نمشي وسوا بدنا نصرخ وسوا بدنا نعمل المسيرة وسوا بدنا نشفى. عشان هيك قلت لكم انه هيدا وقت، هيدا نعمة، ما انه وقت نعمة هلا، وما انه وقت اعتراض، وما انه وقت إذا بدنا يعني عنا أوف شو عنا أشخاص نحن ما منطيقون. يعني بلشوا من رجال السياسة من رأس الهرم إلى الجميع. طيب وبعدين
انتبهوا، انا هذا ما بيدعي معناتها انه واحد ما انه يحاول يغير، هذا مش معناتها انه واحد انه يستسلم، هذا معناتها انه واحد لازم يمشي طريقه ولازم يعمل واجباته ولازم كمان يتحمل مسؤوليته. ربنا ساعتها بيشفي، ربنا ساعتها بيشفي. والنقطه الثالثه هي انه كمان ملفت انه بين العشره واحد بيحمل حاله وبيرجع لعند يسوع، واحد بيرجع بمجد يسوع وبيشكره. هوديك التسعة حملوا حاله وفلوا، استفادوا، شفوا، رجعوا لطبيعتهم، ما عادوا مرسولين، ما عادوا منبوذين، رجعوا لجماعتهم، رجعوا دغري للانفصام، رجعوا دغري انفصلوا عن السامريين. يعني ما لحقوا يشفوا حتى يرجعوا ينقصموا، ليه؟ لأنه كمان رجعوا اعتبروا حالهم الأقوياء، رجعوا اعتبروا حالهم إنه هن ما عندهم أخطاء، رجعوا اعتبروا حالهم إنه هن ما بيغلطوا. ما في إلا هالغريب اللي سميه يسوع، ما في إلا الغريب رجع لحتى يشكرني. بس شو الحلو بهالغريب يرجع يشكر؟ القضية مش بس إنه يجي يشكر يسوع على على الشيء على الشفاء، القضية إنه يشوف إنه كل شيء هو عيشه هيدا الأبرص السامري هيدا كان نعمة، هيدا كان حلو، هيدا عرف إنه كل شيء هو فيه هلا هو الفضل لهذا يسوع اللي شفاه، وحقه يسوع إنه يجي ويشكره. ومش بس هيك، القصة أكثر من هيك كمان، إنه هو نظرة السامري للأمور بتكون مختلفة، نظرته للأمور بتكون مختلفة. قديسة تريزيا الطفل يسوع كانت تقول توتي جراس، شو ما يصير معه توتي جراس، كل شيء نعمة. نظرتنا نحن للأمور البشعة والعاطلة والطوابير والزل وسموا اللي بدكم اياه، يعني عندنا هو اذا بلش فيه ما بده يخلص، صار في عندنا قاموس نستعمله لهالامور، هودي اذا نحن نظرتنا بتتغير هودي بيتغير. اذا نحن نظرتنا بتتغير للامور اللي بنعيشها وبنعتبر انه كل شيء نحن بنعيشه هو نعمه، بتنقلب الامور راس على عقب. نحن منصير هالواحد السامري من بين هالتسعة اليهود الموجودين حوالينا اللي بنشكر حتى لو عم نتألم، اللي بنشكر حتى عم نتعذب، لأنه نحن شايفين ما بعد هذا الألم، ما بعد هذه الألم، نحن شايفين ما بعد هذا الورث، ونحن اليوم أخوتي شايفين ما بعد العذاب اللي عم نتعذب، شايفين ما بعد مش إنه يعني رياحة بس مادية، إنه شيء ملموس، لا، شيء جوا. نحن منتطهر إذا نحن منشكر، وبقدر ما منشكر بقدر ما منتطهر داخلياً، ونحن هيدا الوقت اللي فيه نحن نكون فعلاً نعيش مسيحيتنا، هيدي هي مسيحيتنا، نشكر الله على كل نعم. توتي جراس بالنهاية شو ما نعيش عم نتعذب، مظبوط عم نتألم، عم نفقر، يمكن صرنا أكتر، انما هيدا ترى هيدا بده يخلينا بس انه نحن نعض على جرحنا، نضل هالقد مزعوجين، نضل هالقد مأمنين، نضل هالقد انا نائم ونائم حواليي كلهم، نائم انا وعم بهدي كل اللي حواليي، ام انه بدي اقلبها لمصلحتنا ولحياتنا ولخيرنا، نرجع نتذكر هالامور بعدين سوا كيف عشناها، كيف عشناها متكتفين مع بعضنا. لذلك انا باوقات كثير يعني مع الطلاب، مع الأساتذة، مع الموظفين، مع الجامعة، وين ما كان نحكي، إذا بنقول إنه هلأ الوقت إنه نتعاضد نتكتف مع بعضنا هو هيدا. أرادوا يعني المنظمين الآباء إنه يختاروا عنوان لهاللقاء اللي هو يعني أدعوني وقت الشدة وأنا أستجيب لك فتمجدني. نحن اليوم وقت انه ندعي، لانه عم نعيش وقت شده، ندعي الرب لحتى يكون معنا،
تعرضت من أجل عيالنا، حياتنا، أصدقائنا، متألمين حوالينا، المرضى، من أجل الجامعة، من أجل وطننا، من أجل مجتمعنا، حتى نحن نتغير، نقدر نمشي على الأمور بطريقة أخرى. ساعتها الرب يستجيب، نعمل نحن مسيرتنا، فالرب يستجيب وعندها نمجده. آمين.